7000 سنة حضارة، 7000 كيلومتر في 7 أيام. كان هذا عنوان مبادرة الرحالة والدراج المصري علي عبدو، الذي قرر أن يجعل من حلمه في دخول موسوعة جينيس وهوايته في ركوب الدراجات النارية دعما لجهود إنعاش السياحة المصرية والتي تضررت كثيرا في الآونة الأخيرة. الهدف منها ان احنا نوصل رسالة موثقة عالميا في عدة موسوعات بتقول انك تقدر تروح كل حتة في مصر حتى لو بموتوسيكل بكل حرية وأمان. علي الذي سيجوب المحافظات المصرية على دراجاته لم يلقى الدعم المتوقع من مؤسسات الدولة عدا نادي السيارات المصري. 7000 كيلو ان هم يتعملوا سبعة ايام، دي عملية يعني عايزة حزب وتقدير يعني وما نسيبش حاجه للصدفه، لازم نشتغل فيها كويس قوي. فالحمد لله قعدنا اشتغلنا مع في موضوع اللوجيستكس وتوضيب الموتوسيكل وكل حاجه وربنا يسهل. ويشارك عليا في اجزاء من رحلته دراجون عرب دعما له على جهده ومثابرته. حبيت ايضا اجي هنا اعطي رساله للعالم كله مش العالم العربي، انه ان شاء الله مصر بخير وامان والحمد لله. هو احنا بنمشي في الطرقات وفي هذا ما وجدنا أي مشاكل ولا أي صعوبة. وربما أكثر ما يثير الإعجاب في تجربة علي هو إصراره على تحقيق رقم قياسي رغم ضعف إمكانياته المادية. كان في مثل بيقولك قف على ناصية حلمك وقاتل، فالإمكانيات أو الصعوبات عمرها ما كانت عائق. الموتوسيكل اللي أنا راكبه ده موديل 93، اشتغلت عليه 6 شهور لحد ما صلحته وقدرت إن هو أشغله تاني ولفيت بمصر والحمد لله لسه مكمل بيه. مفيش حاجة تقدر تمنعك عن إنك تكمل حلمك إن شاء الله يعني. إذن 7 أيام تفصل عليا عن تحقيق حلمه، حلم مزج فيه بين طموحه وخدمته لوطنه، وما هي إلا أيام حتى يكون اسمه مسجلا في قائمة الأرقام القياسية. وتبقى مبادرة علي مثالا يحتذى لمصري رفض كل دعوات الإحباط واليأس ليسطر اسمه في قائمة من استثمروا موهبتهم وقدراتهم في خدمة وطنهم. ولسان حاله يقول رحلة 7000 كيلو تبدأ بخطوة. أحمد بجاتو، العربية، القاهرة.